على إيقاع النغمة الموسيقية للنشيد الوطني الموريتاني، افتتح طلاب كلية التاريخ حفل تخرج الدفعة الخامسة من نظام الأمداء تحت عنوان التاريخ وعلاقته بالعلوم الأخرى، دفعة تسمت باسم النخبة في حفل بهيج حضره العديد من الطلاب والأساتذة والمثقفين، كما شهد عدة إلقاءات شعرية ترحيبية وأخرى تثمينية للجهود التي قام بها الأساتذة والطلاب على حد سواء. الطلاب وفي كلمتهم الافتتاحية رحبوا بالحضور مثمنين جهود الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسهم طيلة 3 سنوات من العطاء المتميز. منها الروح للقلوب وينبث منها الاطمئنان إلى الجنوب، وتستشرق مع ابتسامتها مسالك الدروب، ونرحب ترحيبا تاما خاصا بالعلامة الخليل النحوي. إذا تحية طيبة جمهورنا الكريم، تحية الأبوة للبنوة والشيخوخة للفتوة والقرابة للأخوة، تحية طيبة هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام سلام كعرف الروض طب الهواطل، ألذ من التعليم في قلب جاهلي. وأرحب ترحيبا هاما طيبا عاما مخصصا وعاما بكم جمهورنا الكريم، وبكل الآباء والأمهات وأولياء الأمور والأحبة الذين أبوا إلا أن يشاركونا فرحتنا اليوم. الأساتذة المشاركون في الحفل أكدوا أن تخرج هذه الدفعة التي تسمت باسم النخبة يعتبر فخرا لمن أشرفوا وسهروا على تأطيرها وتدريسها طيلة السنوات الماضية، معلقين آمالهم على الدفعة الجديدة في نشر العلم وتوعية المجتمع. من دواعي الغبطة والسرور والفرح وكذلك الاعتزاز أن يرى المرء ويرى الإنسان والأستاذ دفعة من الطلاب المتميزين تتخرج على يده بعد فترة من الزمن طويلة، بعد 3 سنوات من العطاء من الأخ والعطاء. وطبعا يزداد الفرح ويزداد السرور حينما تكون هذه الدفعة محملة أو مسلحة بالأخلاق، خاصة الأخلاق العالية، وأن تكون أيضا مسلحة بالاحترام والتقدير لأساتذتها. وعلى ذلك الأساس فأنا أشيد طبعا بهذه الدفعة، والاسم خير دليل على ذلك، فقد سمت نفسها نخبة وهي بحق نخبة. الطلاب بدورهم أبدوا سعادتهم بالفترة التي قضوها مع زملائهم طيلة سنوات الدراسة، مؤكدين أن فترتهم جسدت روح الأخوة والصداقة بين كل الطلاب، آملين أن تكون الدفعة الجديدة محل ثقة وألا تكون ضحية لشبح البطالة المخيم على حملة الشهادات في البلاد. هذه تخرج الدفعة الخامسة من نظام الـLMD مسلك قسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. هذا جاء نتيجة الحصاد 3 سنوات من الدراسة. اليوم وصلوا لهذه اللحظة اللي هي لحظة التكريم ولحظة التخرج ولحظة الوداع، ولحظة تعتبر لحظة ذهبية صح التعبير من لحظات الحياة. نتمنى فيها لعن الزملاء وزميلات يوفقوا في مسيرة مظفرة بحول الله، وتعود الفرص مفتوحة أمامهم، ولا يعودوا كيف السلف اللي لا يتخرج والبطالة تكون هي في انتظاره. 3 سنوات قضتها هذه الدفعة في الدراسة والتأطير والبحث المستمر أفضت في نهاية الأمر إلى حصولهم على المبتغى، ليكون ختام الحفل بتقسيم شهادات تكريمية على المتفوقين في الختام، وهم في غمرة السعادة بعد حصدهم لما سهروا وتحملوا الصعاب من أجله.